لم تخرج مأرب كما خرجت اليوم، غضب شعبي عارم تجاه ما يحدث في قطاع غزة وتجاه الصمت العربي المطبق تجاه هذه الجرائم التي تحدث، وخصوصا في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، حيث ارتكب العدو الصهيوني جرائم كبيرة ضد الإنسانية، قصف النازحين وهم في أماكن النزوح وفي الملاجئ. هنا في هذه المظاهرة التي خرجت في مأرب استنكارا لهذه الجرائم واستنكارا للصمت العربي على مدى عام كامل، لا يوجد موقف عربي واحد مشرف تجاه ما يحدث نحو القضية الفلسطينية. معي هنا أحد الشباب المنظمين لهذه المسيرة، أدهم الشليف. ما هي أبرز مطالب هذه المسيرة التي خرجت اليوم؟ أول المطالب إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة. المطالب الثانية، نطالب المجتمع الدولي ومنظمة العفو الدولية ومجلس الأمن لمحاسبة هذا الكيان المجرم المغتصب على الجرائم البشعة الذي يرتكبها بحق الفلسطينيين. ثانيا، نطالب بإيقاف هذه الجرائم التي لا زالت، وندين ونستنكر هذه الجرائم التي لا زالت على أبناء الشعب الفلسطيني، مجازر جماعية وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مجازر يندالها جبين الإنسانية ويندالها الجبين الحر في أنحاء العالم. إذن هذه المسيرة تطالب بوقف الجرائم وبموقف عربي مشرف، إضافة إلى حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب، مأرب.